يعني قليل من الاحتكاك، قليل من الخبره، راح تكون الاشياء مع الفريق الهلاوي وان شاء الله مع منتخبات الامارات. حسن علي ابراهيم، كره ملعوبه تنحط امام المرمى، كم بروف، جول احمر في 2006، جول كم بروف الثاني، واحد الاهلي، واحد الاهلي. شوف اللعبه وشوف كم بروف بخبره المهاجم حطها في مرمى فريق العين، محرز اول اهداف اللقاء. اذا الليل لعب خمس مباريات وكره ملعوبه، جت كامبروف والكره خطيره تنحط في الجول، جول كامبروف، 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 يعلن عن حضور المؤكد. شوف الخطا، شوف الخطا العينوي ما بين حارس المرمى وبين هذا المدافع، هو كامبروف يعني لعب بالواقعية ولعب أيضا باستشعار، أيضا غياب هذول الاثنين، كرة خطيرة للعين تنحط بالجول، جول عيناوي، جول عيناوي أول.